بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بشبه المصطفى جاءوا قتيلا، بشبه المصطفى جاءوا قتيلا، إلى خيم النساء فعلى العويل. بارحة قام لي أحد الإخوة قال علي الأكبر علي الأكبر علي الأكبر، قلت له باكر أقرأ على علي الأكبر. بشبه المصطفى جاءوا قتيلا، بشبه المصطفى جاءوا قتيلا، إلى خيم النساء فعلى العويل. ونايا وصاحت زينب الكبرى بصوت ودمع من محاجر يسيل. بشبه المصطفى جاءوا قتيلا، إلى خيم النساء فعلى العويل. وصاحت زينب الكبرى بصوت ودمع من محاجر يسيل، لليلى أسرعي هذا علي، لليلى أسرعي هذا علي شبيغ المصطفى لادي قتيل. زينب تقول لليلى، لليلى أسرعي هذا علي شبيغ المصطفى لادي قتيل. غدت ليلى يا غدت تمشي وتعثر وهي ثكلى. هاي ليلى غدت تمشي وتعثر وهي ثكلى، عراغا من مصيبته الذغول. يعني انذهلت انذهلت، قام تمشي وتوقع لما قالت له زينب هذا علي الأكبر مقتول. غدت تمشي وتعثر وهي ثكلى، عراغا من مصيبته الذغول، ووالده الحسين هوى عليه، ووالده الحسين هوى عليه، وقد أدمت محاسنه النصول. الله أكبر. ووالده الحسين هوى عليه، وقد أدمت محاسنه النصول. يناديه وليس به حراك، بني اليوم فارقنا الرسول. بني اليوم بعد ايش قال له ابوه؟ على الدنيا العفا يا نور عيني، ابو علي يرانا ويسمعنا سلام الله عليه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون.
البارحة أيها الأحبة ابتدأت بمفردة قرآنية، والليلة أريد أكمل الكلام فيها. هاي المفردة القرآنية هي مفردة الأمة، الأمة في القرآن. بدينا ليلة البارحة بمصاديق هذه المفردة في القرآن الكريم. واضحة الفكرة؟ شنو مصاديق الأمة في القرآن؟ جبناها، جبنا آياتها وتكلمنا بيها بمقدار ما، والآن لما أكمل فهرسة البحث أرجع لهاي النقطة، عندي كلام مهم لأن واقعنا الاجتماعي محتاج هذه الأبحاث اليوم بصراحة. لما أكملت مصاديق الأمة في القرآن الكريم انتقلت إلى موضوع آخر ليلة البارحة. هسه تقول لي انت شنو ربط بليلة البارحة؟ مو اذا ما بينش قلت البارحة وانت الليلة حاضر واحكي مباشرة ما راح يكون الكلام واضح عندك. تقول هذا وين يحكي؟ خلي ابين ايش قلنا البارحة وين وصلنا حتى لما اكمل وانت البارحة ما كنت موجود كلام يكون واضح عندك. زين، من بعد ما انتهينا من مصاديق مفردة الأمة وثقافة الأمة في القرآن الكريم انتقلت إلى عنوان آخر وهم أكملت بمفرداته البارحة. شنو العنوان الآخر؟ أنه في ثقافة القرآن الكريم الأمة لابد لها من قائد إلهي، وبينت هذا القائد الإلهي إلى عناوين في القرآن الكريم، والبارحة جبنا العناوين وآيات العناوين وكملنا. ثم انتقلت ليلة البارحة إلى محطة ثالثة في البحث وتوقفت عندها، أرد أكملها وأرجع لمصاديق الأمة في القرآن حتى أكمل موضوعي. بعود، شنو المحطة الثالثة البارحة اللي قلتها؟ قلت للأمة خصائص في القرآن الكريم. للأمة شنو؟ خصائص في القرآن الكريم. المفروض هاي الخصائص كل أمة تأتي بها. البارحة بدينا بخصوصية أولى، إذا يتذكرون الإخوة اللي كانوا حاضرين، اللي هي أنه الأمة الموجودة حالياً غلط تقلد الأمم الماضية أو الأمم الحاضرة في المجالات الخاطئة، غلط هاي الأمة تقلد ذيك الماضية أو الحالية في مجالاتها الخاطئة، غلط الأمة تقلدها. على كل أمة أن تعتمد على نفسها، على ثقافتها إذا كانت صحيحة، على تراثها إذا كان صحيحا، على آدابها إذا كانت صحيحة ومواثقة للوحي. ويا يولا حتى أكمل هذا الأمر الأول، كملنا القلنا البارحة كله لخصناه بثلاث دقائق، ساعة لخصناه بثلاث دقائق، الآن أكمل ونحن في المحطة الثالثة لثقافة الأمة في القرآن. الخصوصية الثانية التي يجب أن تتوفر في كل أمة ناجحة قرآنياً، باوعوا لي إخوان، الأولى شنو كانت؟ لا تقليد خاطئ لمن سبقنا أو لمن هو شنو معنا، هاي الأولى. الخصوصية الثانية اللي كل أمة كون تأتي بها هي خصوصية الوحدة. خصوصية شنو؟ الوحدة. الأمة كون شنو؟ تتحد، تتفق، تتماسك، ما تخلي للاختلاف والخلاف مجال، لأن هذا يودي بها إلى الضعف والوهن. وأتصور خصوصاً في ظروفنا الحالية إحنا بأمس الحاجة إلى هذه النقطة القرآنية. إحنا أمة إذا نريد ننجح كون ننجح بهذه الخصوصية. هاي وين في القرآن الكريم؟ خلوني أقرأ لكم بعض آيات ذلك في القرآن الكريم حتى الصورة تكون واضحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. باعولي وإن هذه أمتكم، وإحنا في ثقافة الأمة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أمتكم أمة شنو؟ فالأمة من خصائصها اللي تخليها تنجح قرآنياً ضمن الثقافة الوحيانية الإلهية يجب أن تكون الأمة متماسكة متفقة. واضحة الفكرة يا ولا؟ هذه أيضاً من خصائص الأمم في القرآن الكريم، وإحنا اليوم بأمس الحاجة إلى هذه النقطة أيها الأحبة، بأمس الحاجة إلى هذه النقطة، وإلا نفشل وتذهب ريحنا كما يعبر القرآن الكريم، ونضيع ونضيع كما يراد لنا الآن ذلك. بس إن شاء الله بحكمة حوزتنا وبانصياع شبابنا لمصدر قرارنا الشرعي واتفاقهم على مصدر القرار الشرعي لتمثل مرجعيتنا، إن شاء الله نتفق ونجتمع ونتحد ونعبر هذه المرحلة بسلام إن شاء الله. وإلا ما ندري وين ماشيين بصراحة، ما ندري وين ماشيين. زين، طبعا هسه هنا هذا الكلام يجرني إلى ثقافة قرآنية كبيرة اسمها ثقافة الوحدة بالقرآن بأي معنى. هذا هم هاي هم ثقافة أخرى، كون نخلي لها بحث مفصل وإلا الكلام طويل. القرآن الكريم دائما لما يجي للوحدة يربطها بالقرآن والعترة، هيكون بعلم الإخوة. دائما القرآن الكريم لما يتكلم عن الوحدة، مقومات الوحدة في القرآن شنو؟ القرآن والعترة، واعتصموا بحبل الله. ادبعوا لي القرآن الصامت يقول اعتصموا بحبل الله، سأن القرآن الناطق من هو حبل الله اللي علينا أن نعتصم به؟ القرآن الناطق اللي هو النبي صلى الله عليه وآله بيّن منه حبل الله في حديث متواتر عندنا وعند غيرنا، وعند غيرنا يكفي أنه وارد في صحيح مسلم: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله إنهما حبل ممدود. إنهما شنو؟ حبل ممدود، لن يفترقا حتى يردا علي. هسه الطريف، النبي يقول إني مخلف فيكم الثقلين، ثقلين واحد يو اثنين؟ اثنين. زين، إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما. بهما مفرد لو تثنية؟ بهما، بهما تثنية، اثنين. زين، كتاب الله وعترتي واحد يو اثنين؟ اثنين. ثم قال إنهما واحد لو اثنين؟ اثنين. حبل صار؟ صار واحد. زين، أنت يا رسول الله تقول ثقلين، تقول لن يفترقا، تقول إنهما، تقول صلت للحبل صار واحد. شو يريد يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ أحسنتم، يريد يقول هما حقيقتان أو هما وجهان لحقيقة واحدة. أنت لما تروح للعترة تروح لمن؟ للقرآن، ولما تجي للقرآن وين يوديك؟ للعترة. فبالنتيجة هما حبل ومو حبل؟ حبل. زين، أسألكم، الحبل له طرف واحد يو طرفان؟ طبيعة الحبل إلى طرف يو طرفين؟ طرفين. زين، النبي يقول هذا الحبل اللي هو القرآن والعترة حبل ممدود، ممدود بين السماء والأرض. فلما يكون حبل ممدود بين السماء والأرض يعني إلى وجود في السماء وإلى وجود في الأرض. باعولي، إلى وجود في السماء وإلى وجود في الأرض بالثقافة القرآنية يعني طرف منه في جانب الملك وطرف آخر منه في جانب الملكوت. أكو عندنا في القرآن تبارك الذي بيده الملك، وأكو عندنا سورة كاملة اسمها سورة الملك، وأكو عندنا في القرآن كذلك نري إبراهيم شنو؟ ملكوت السماوات. الملكوت نفس الملك،
استفتولي إخواني، كثقافة قرآنية الملكوت يمثل عالم الغيب، والملك يمثل عالم الشهادة. الملك عالم الظاهر، الملكوت عالم الباطن، عالم الغيب اللي هو أوسع من هذا العالم. تفتولي النبي يقول هذا الحبل القرآن والعترة حبل ممدود، طرف منه بعالم الملكوت وطرف منه بيا عالم عالم الملك، وهكذا هو القرآن وهكذا العترة، إلهم جنبة ملكية وإلهم جنبة شنو؟ ملكوتية. وجنبتهم الملكوتية سبقت جنبتهم الملكية، يعني آل البيت عليهم السلام ولادتهم النورية قبل ولادتهم الدنيوية، صحيح يا لا؟ إخواني عندنا بروايات أهل البيت، أخلي أفتح قوس وأسد بسرعة، عندنا بروايات أهل البيت عليهم السلام أن زواج الزهراء في السماء كان في رجب، وزواج الزهراء في الأرض بذي الحجة. الطريف أن زواجها بالسماء بشهر ولادة أمير المؤمنين، وزواجها في الأرض بشهر ولاية أمير المؤمنين، باعتبار ذي الحجة شهر الغدير ورجب شهر ولادة الإمام علي. زواجها بالملكوت بشهر ولادة علي، وزواجها في الملك بعالم الشهادة بشهر شنو؟ ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. أهل البيت إلهم جنبة ملكوت، إلهم جنبة ملك. القرآن إلى جنبة ملكوت، إلى جنبة شنو؟ ملك، حبل. القرآن الكريم يقول واعتصموا بحبل الله، ورسول الله بالحديث المتواتر عبر عن القرآن والعترة بأنهما شنو؟ حبل الله. فلو اجتمعت الأمة عليهم لاتفقت أو لم تتفق؟ لاتفقت، ولكن بما أنها تركتهم ماذا حل بها؟ اختلفت وتفرقت وضعفت واستكانت، كما هو حال الأمة اليوم مع الأسف. القرآن الكريم يقول الأمة لابد لها من أن تتحد، والاتحاد بالقرآن والنبي وآل النبي صلوات الله عليه. هاي الخصوصية الثانية للأمة في ثقافة القرآن الكريم. وياي أحبابي، باعوا لي الله يحفظكم، وياي حتى أمشي أسرع. أكو قضية ثالثة هم خلي أقولها بثقافة الأمة بالقرآن حتى أرجع، البحث مهم، خلي أقولها بسرعة. شنو؟ أنه يا جماعة ماكو هناك خلود لأمة، ماكو خلود لأمة، ولا أكو بقاء لأمة إلا أمة محمد صلى الله عليه وآله. المتمثلة بعلي وأولاد علي اللي راح يحكمون الأرض ومن عليها في يوم من الأيام، بس هاي خالدة حتى قيام الساعة، وإلا بقية الأمم كلها إلها فترة وشنو؟ تزول تروح. ولهذا القرآن الكريم شي يقول؟ تلك الأيام نداولها بين الناس. دول دول دول، تلك الأيام نداولها، بس هاي الأمة خالدة إلى أن يظهر الإمام ويحكم الأرض ومن عليها ومن بعد الأئمة في الرجعة، وتبقى هذه الأمة خالدة وهاي الحضارة الإسلامية خالدة حتى قيام الساعة، كما وعدنا الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهذا وعد إلهي. زين، الآن خلوني أقول شيء. البارحة بمحطة مصاديق الأمة باعولي قلت في ثقافة القرآن الكريم الأمة الجماعة، هذا مصداق، الجماعة اللي يجمعها نظام اجتماعي قانوني واحد،
الأمة المتفقة على رأي، مجموعة متفقة على رأي القرآن يسميهم أمة. إيش قلت بعد؟ قلت بمصاديق، هذا أريد أوقف يمه، بمصاديق القرآن الكريم بعض الأحيان إنسان واحد بأثر العمل الفعلي على أرض الواقع يكون شنو؟ أمة. يعني يشتغل شغل مجموعة كاملة وهو واحد، وينجح بأداء مهمته. فالقرآن يقول هذا واحد، لكن في حقيقة تأثيره شنو؟ أمة كاملة. أمة، هذا يختزل أمة، يختزل أمة. زين، هذا مصادقه في القرآن. بس إبراهيم أمة لا، بس هي هم درجات. شلون درجات؟ يعني هذا أمة وشخص ثاني أمة، بس هذا أمة بدرجة من الدرجات وذاك بدرجة أخرى، هذا أكثر ذاك أقل شوية، هذا أكبر هذا تأثيره، هم درجات. زين، القرآن ذكر مصادق شخص واحد يكون أمة التأثير، ذكر مصادق أخرى. مو أنا ليش أدور على مصادق أخرى؟ خلي أصارحكم القول، خلي أصارحكم القول. أنا ما أريد أركز على إبراهيم. ليش؟ إذا أركز على إبراهيم الناس رأساً راح تقول بأذهانها إحنا وين نقدر نصير مثل إبراهيم؟ إبراهيم وين؟ إحنا وين؟ أما إذا أجيب واحد أمة وهو مو إبراهيم، بل هو مو نبي، بل هو مو إمام، وأمة، والقرآن الكريم أشاد بي والقرآن الكريم اهتم بي، هذا نقدر نقتدي به أو ما نقدر؟ ها؟ يعني تقول هذا لا نبي لا إمام لا إنسان عادي حاله حالي وقدر يوصل لهذا المقام، أنا ليش ما أقدر أوصل؟ وأنا أقول لكم الحقيقة، أقول لكم الحقيقة، أحس مجتمعنا خامل. خلي أصارحكم القول، أحس مجتمعنا يعاني من شنو؟ من خمول. لما نشخص هذا المرض المفروض إحنا كمنبر نشتغل عليه، إذا ما نقدر نستأصله من المجتمع على الأقل شنو؟ نقلله، نضيقه، نحاصره. أحس أكو خمول بمجتمعنا، مجتمع اتكالي، واحد يذب الشغلة براسل ثاني حتى يخلص منها، ما حد يقول المهمة مهمتي، كل من يقول المهمة مهمة شنو؟ غيري، غيري، وتروح للغير يقول غيري، وتجي لهذا يقول لك غيري، والمهمة باقية على الأرض ما حد يشيلها، لأن كل من يذبها براس غيره. مجتمع اتكالي. يا إخوتنا، القرآن الكريم يريد مجتمع نشط، واحد يغير تاريخ، واحد يغير أمم، واحد واحد، وهذا الواحد مثلك لا نبي لا إمام، بعد شو تريد؟ بعد شنو حشتك؟ خلي أقول لكم قضية، محطة استراحة قبل لا أبدي بالآيات، محطة استراحة، محطة استراحة، محطة استراحة. أقرأ بالروايات الشريفة، بالرواية أهل البيت يقولون عليهم السلام، يقولون يوم القيامة تجي امرأة جميلة هيك بالروايات، وضالة، ضالة منحرفة، الله جل وعلا يسألها يقول يا بنتي ليش منحرفة؟ تقول له إلهي مو صوتي. ها صوت من؟ تقول له أنت خلقتني بهالشكل وخليت الناس يراقبون ورايا وأنا ما صمدت قدامهم صرت هكذا. قالها يعني لأنه أنا خلقتك بهالشكل أنت انحرفتي؟ تقول له إيه. الله شو يسوي؟ يقول فينادي المنادي على مريم، أين مريم؟ تأتي مريم، يقولها يا هو الأجمل، تقول له مريم أجمل، يقول ليش ما انحرفت؟ إذا القضية قضية شكل هو مريم أجمل منك، ليش ما انحرفت مريم؟ إيش عجبت انحرفتي؟ هو أجمل منك فتسكت. يقول الإمام الصادق فيؤتى بشاب جميل وسيم منحرف قاضي عمره كلها معاصي، جيبوا كتابه جابوا كتابه انحرافات كلها مشاكل، يا ليش انت مسويهن كلهن؟ يقول له يا ربي مو صوتي. ها صوت من؟ يقول له أنت خلقتني جميل وأنا من خلقتني بهالشكل هذا المغريات كثرت علي وأنا ما صمدت أمام المغريات. فينادي المنادي على يوسف أين يوسف؟ فيأتي يوسف يقول له يا هو الأجمل أنت يا هذا الشاب، يقول له لا هذا أجمل مني بكثير، يقول له ليش ما انحرف؟
اذا سبب الشكل خو هذا اجمل منك يطرق براسه. الله يقول له حشتك مو دامغه خذوه الى النار. وذيك البنت الله يقولها حجتك غير دامغه خذوها الى النار. بوعولي اخواني الله يحتج علينا يوم القيامه. انا لما اجيب لك مصداق لا هو نبي لا هو امام كان امه بالتاثير امه بالتغيير زين بعد شنو حشتي وحشتك؟ شنو حشتي وحشتك؟ زين منو هذا اللي ذكر القرآن وأشار له؟ طبعا مصادر كثيرة. هسه قبل لا أوصل للأريد أوقف يمه أنطيكم بعض المصادر اللي ذكرها القرآن الكريم. أشخاص عاديين كانوا أمة في تغيير تاريخ في تأثير مجتمع تأثير بالمجتمع والقرآن ذكرهم عبرة يوم مو عبرة. أسألكم يا إخواني عبرة عبرة نستفيد منهم. مثلا واحد منهم مثلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل هسه هم الطريف يقول من أقصى المدينة. أقصى المدينة عادة تكون أرياف أقصى المدينة عادة تكون بيوت تعبانة شوية صحيح يولا يعني مو من الأحياء الراقية الأحياء وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون إلى أن تقول إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أسألكم هذا نبي؟ نبي؟ وصي؟ لو إنسان عادي ساكن بآخر المدينة جاء إلى أمة شرك وكفر ودعاها إلى توحيد الله ودعاها إلى الاعتقاد بالمعاد ودعاها ودعاها وظل يفكر بهداية أمته وخير أمته حتى لما مات ورب العالمين قال له ادخل للجنة قال يا ليت قومي. يعني القرآن الكريم يقول هو عالم البرزخ ويفكر بمن؟ بخير قومه مو بس بعالم الدنيا حتى لما انتقل إلى الله هم يفكر بقومه وخير قومه وهداية قومه. هذا استحق الإشادة والذكر في القرآن وما استحق؟ استحق. الله أشاد به وخلاه عظة وعبرة إلي وإلكم. زين احنا ليش ما نصير مثله؟ مثلا شنو يعني شنو نقصنا مثلا؟ شنو نقصنا؟ اي واحد منكم الان شنو نقصه؟ عن حبيب النجار مثلا شنو نقصه؟ يا اخوان نقدر نشتغل. انا حتى استمعت للمرجعيه بخطبه من خطب صلاه الجمعه ما ادري قبل شهر شهرين سمعت انه المرجعيه دعت المتكلمين والكتاب والخطباء انا سمعتها هنا في حرم الحسين الى دعوه المجتمع لتفعيل دورهم. قالت عمي قولوا للناس شوية حيصيرون نشطين شنو هالخمول هذا تحركوا اشتغلوا وقل اعملوا فسير الله اعملوا اعملوا. اخواني انا مجربها. الناس لما تجينا الان انا واي ناس يجوني شيخنا احكي بهذا الموضوع شيخنا احكي بهذا الموضوع شيخنا احكي ما يخالف بس انت ليش ما تحكي؟ انت ليش ما تشتغل عليه؟ ليش تحب الذبح دائما براس غيرك؟ هذه حاله مو صحيه. اني اشتغل وانت ما اشتغل. تقدر تاثر من خلال تواصل اجتماعي، من خلال مواقع، تقدر. انت هم اشتغل. هو لما يروح ذني مواقع التواصل وغيرها يقضيها سوالف وضحك ونكت وبعض الاحيان صور ما بيها فائده و و و لما توصل للايه الزينه يجيني يقول لي تحكي.
هو قاضيه بالامور المبيع حظ من توصل لزينه يجيني، هو ما يسويها يجيني يقول انت حاج، واحنا قاعد نحشي من الصبح لليل، بس انا بوحدي ما اقدر اثر، انت ام يشتغلوا وياي، نشكل ضغط على هاي الظاهره وذيك الظاهره وهاي الظاهره، نقدر نقف بوجهها، نقدر نحجمها. يا اخوان كل واحد منا خليه يشتغل، هاي ظاهره الاتكاليه تركوها. انا كلامي مع الجميع مو مع شريحه معينه، مع الكل. القران ذكر ناس عاديين اثروا، ليش ذكرهم؟ حتى نحصل ثواب من نقرا اياتهم هاي، لو حتى نكون مثلهم. ما افهم. بعد باعولي باعولي وياي هنا، هذا راح اجيب مصداقه. بعض المفسرين يقول هذا هو مؤمن آل فرعون، البعض الثاني يقول هذا واحد ثاني غير مؤمن آل فرعون. مخاف اقراها وبعض الاخوه يتصور انا ما ملتفت انه هذا نفسه مؤمن آل فرعون، لا، اكو اختلاف بين المفسرين، اكو راي ثاني هذا واحد اخر غير مؤمن آل فرعون، والقران اشاد بموقفه. وجاء رجل من اقصى المدينه، عجيب هسه حبيب النجار من اقصى المدينه، هذا الرجل اللي اخبر موسى بمؤامره لقتله من اقصى المدينه، اكو سر بالموضوع، الله يشهد اكو سر بالموضوع، حقيقه اكو سر، هاي المفروض نبحث عن هذا السر في القران الكريم. ايش معنى ذولا اللي ياثرون بالمجتمع دائما؟ منين القران يركز انه من اقصى المدينه؟ ايش معنى؟ يتكرر هذا الأمر. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. باعولي إخواني، إن الملأ شنو؟ يأتمرون بك ليقتلوك. كشف مؤامرة ضخمة لتصفية نبي من أنبياء الله يريد يغير أمة كاملة، والنبي أخذ هذا الخبر واستفاد منه، وعلى أساسه غادر هذه المدينة. الآن أي واحد من عندكم تكون عنده معلومة مهمة لإنقاذ ناس، لإنقاذ مدينة، لإنقاذ منطقة، يقدر يقوم بهذا الدور لو ما يقدر؟ يقدر يوصلها لو ما يقدر؟ خصوصا احنا في هذا الظرف الصعب. اقول القرآن ذكر ذلك حتى احنا نفعل دورنا يا اخوة. فاخرج اني لك من الناصحين. وخرج موسى على اساس هذه النصيحة اللي هي من انسان عادي. طبعا الان اقول لكم قضية، باعولي باعولي وياي. الآن أكو دراسة قرآنية بدأت تتبلور عن ثقافة السرية والاستخبارات في القرآن الكريم، هاي الآيات من آياتها. الآن بعض أهل الفضل بدأ يشتغل على موضوع ثقافة الاستخبارات في القرآن، وهاي فكرة جديدة مو مطروحة. ثقافة الاستخبارات والسرية في القرآن كريم، هاي من جملة آياتها، أنه من أقصى المدينة ضام روحه رجل اسمه معلوم، هاي ثقافة استخبارات ومو استخبارات، استخبارات. بس هسه هذا البحث إلى وقت نجمع كل فصوله وآياته ونتكلم به ببحث مفصل إن شاء الله تعالى. أما الشخصية المهمة اللي أريد أقف عندها وهي شخصية مؤمن آل فرعون. منو؟ مؤمن آل فرعون، هذا اللي هو كان من آل فرعون، وكانوا يتصورون أنه هذا شنو؟ منهم نسباً وعقيدة وفكراً، لكنه كان كذلك أو لم يكن كذلك؟ لم يكن كذلك، كان يستخدم التقية.
حتى لما واحد يقول لي الإمام الصادق ما حطت استراحة يقول له يا ابن رسول الله يقولون التقية كذا وكذا وإلى آخره، البعض يتكلم على التقية. الإمام سلام الله عليه قال له إذن هلك مؤمن آل فرعون، إذا التقية غلط معناه هلك مؤمن آل فرعون، لأن مؤمن آل فرعون كان عايش بين الطغاة وكان يصوروا منهم وهو جسم منهم، لكن قلبه منين؟ قلبه مو منهم. يعني بعبارة أخرى القالب يمهم بس القلب مو يمهم، القالب يمهم بس القلب مو يمهم. هسه احنا ما دام بحرم الحسين عليه السلام، الحسين قال عن واحد من أصحابه أنه مثل بمؤمن آل فرعون، ما أدري ببالكم أنتوا تربية مجالس، أكو واحد من أصحاب الحسين ونحن في حرم الحسين، الحسين هكذا قال عنه يوم عاشوراء لما برز للقتال، تعلمون من هو؟ هو زهير بن القين. هو من؟ زهير بن القين اللي كان يقال عنه أنه عثماني الهوى. شلون كان يقال عن مؤمن آل فرعون أنه شنو؟ فرعوني الهوى. لا هذا عثماني الهوى ولا ذاك شنو؟ فرعوني الهوى، بس الثنين كان شنو؟ يكتم إيمانه كما عبر القرآن الكريم، الثنين كان يكتم إيمانه. زين مولانا شخص واحد يصير أمة، هذا الكلام، شخص واحد يقدر يصير أمة ويغير تاريخ. القرآن الكريم أشار إلى هذا الإنسان العادي اللي هو من آل فرعون، أشار لمن آية 28 بسورة غافر، المؤمن سورة باسمه، المؤمن سورة باسمه، من آية 28 إلى آية 45 القرآن يتكلم به وهو إنسان عادي، إنسان عادي ومن أسرة متكبرة متجبرة. شلون سعد الخير من بني أمية، إذا سامعين به سعد الخير كان يدخل على الإمام الصادق يبكي، يقول له ليش تبكي؟ يقول له أنا من الشجرة الملعونة، كان أموي، يقول له أنا من الشجرة الملعونة، الإمام الصادق يقول له أنت أموي منا أهل البيت، لأن هو كان على خط أهل البيت عليهم السلام، بس هو نسبا أموي لكن منهجا علوي، فالإمام كان يقول له أنت أموي منا أهل البيت. فهذا من أسرة متجبرة متكبرة لكن قلبه كان إلهي. القرآن يتكلم عنه بسورة غافر المؤمن من آية 28 إلى 45. أنا ردت أقسم آياته قسمتها بهالطريقة حتى نقدر نسيطر على آياته، لأن آياته هواي، هي آية تأخذ منك شهر، آياته هواي، شلون أقدر أسيطر على آياته؟ قسمتها أقسام، وكل قسم خليت له عنوان وأخذت العنوان استليته من نفس الآيات. أحس البحث شوية صار الليلة جامد، تعبتوا يو بعدكم وياي؟ بعدكم وياي؟ زين، نعمة من الله. شنو تقسيمات آيات مؤمن آل فرعون؟ شخص واحد غير تاريخ وتسمت سورة باسمه، وآيات كثيرة تتكلم عنه، وكل ما نتلو القرآن نستذكره، هو إنسان عادي من آل فرعون، هم مو من أسرة نبوية محترمة. شلون أنا وياك؟ احنا محاسبون، المي يؤدي دوره محاسب، خليها ببالك، ما أرد أخوفك، هذا الواقع. النبي مني يقول كلكم راع وكلكم مسؤول، النبي ما قاعد يشاق صلى الله عليه وآله، يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية، مسؤول يعني مسؤول، مسؤول يعني قفوهم إنهم شنو؟ كلكم مسؤولين، بصراحة أقولكم الكل مسؤول. احنا في زمن الغيبة، بعد كم يوم يطلع الإمام سلام الله، أقصد كم يوم يعني قضية مرتبطة بعلم الله جل وعلا، بعد كم يوم يظهر الإمام سلام الله عليه، يسأل كل واحد منكم إيش قدمت لدولتي، واقع أقولكم كل واحد منكم يسأل، أنا من ضمنكم، أنه
انت كنت في زمن الغيبه كنت تمهد دولتي، ايش قدمت؟ شو كل شيء ماكو، شو جيبوا الصحيفه مالته هاي، بطنه شو تريد، مرته شو تريد، شو بس دني. زين دولتي شنو سويت لك؟ كل واحد منا يكون يعمل ايها الاخوه بالاختصاص اللي يقدر له ويخدم من خلاله آل البيت عليهم السلام. زين قسمت آياته، القسم الأول من آيات مؤمن آل فرعون شفتها تتكلم عن التقية والحيطة والحذر والمراعاة. أخواني وهاي مسألة كلش مهمة، الله يحفظكم باوعولي، هذا اللي يريد يشتغل إذا كانت البيئة ملغومة ضده المفروض يتكلم بطريقة شنو؟ بطريقة حذرة تناسب البيئة الموجود هو بيها. انتو ياي؟ لا يكون هذا الإنسان ما ملتفت لبيئته وتاليها يخرب أكثر مما شنو؟ أكثر مما ينفع، يخرب على نفسه ويخرب على الهدف الجاي من أجله. يكون يراعي الظروف، مراعاة الظروف درس مهم لمن يريد أن يكون أمة للتغيير، أن يراعي الظروف، أن يقدر المصلحة، أن يتكلم بطريقة ما تثير الناس حوله. وهذه مسألة مهمة أخليها بين أيديكم. هاي وين؟ المقطع الأول من آيات مؤمن آل فرعون هكذا تقول: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من. شوف ألفت نظركم إلى نقطة. أولا يكتم إيمانه، اثنين حتى من راد يدافع عن هذا الرجل ما جاب اسمه. شوفوا إخواني، شوفوا شقد شديد وحذر، شقد عنده شدة بالحذر ودقة بالكلام. أتقتلون رجلا، سوى روحه يعرفه لو ما يعرفه؟ ها؟ ليش سوى روحه ما يعرفه؟ أحسنتم، حتى لا يتهموا هذا من أتباعه، هذا من ربعه، هذا من جماعته، هذا متفق وياه بالسر. هذا أتقتلون رجلاً؟ ستقتلون هذا الإنسان ليش؟ ما جاب اسمه حتى ما يتهم بأنه من أتباعه. شوف الحذر. إذن اللي يريد يصير أمة ويشتغل ويغير، يغير بخطة مدروسة أو مو خطة مدروسة، بحكمة، بكلمات دقيقة. يعني ألفت نظركم، كلمات دقيقة. رب العالمين بالقرآن كانوا المسلمين شي يقولون؟ راعنا. شو يقولون؟ راعنا. اليهود استغلوا هاي المفردة، استغلوها راعنا من الرعونة، فقاموا هم هم يقولون راعنا بس بقصد سيء. القرآن الكريم ايش قال؟ شوف الدقة: لا تقولوا راعنا وقولوا شنو؟ انظرنا. هاي المفردة ما دام قام تستغل استغلال سيء شنو؟ اتركوها، قولوا غيرها. حتى المفردات تكون نلتفت لها، ندقق بيها، مو كل شيء نقوله. فهذا اللي يريد يغير تاريخه يكون دقيق، مو جاهل يجي يخربط الغزل كله علينا ويروح. لا، كل شيء يكون يدرسه، يحسب الحساب. وهذا الكلام مهم، وانا اعرف ايش قاعد اقول، بس انا أريد الناس تقرأ ما بين السطور، مو كل ما يعرف يقال، ما أقدر كل شيء أصرح به. الناس يكون عندها وعي تفهم ماذا نريد. شوف الدقة اللي استخدم هذا الرجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما مسوي شيء، لا قاتل له واحد مثلاً، لا مخرب الأمن العام مثلاً، لا مهدد الدولة مثلاً. أنتوا تقولون ربنا فرعون، هو يقول ربي منه الله. شو لكم شغل بيه؟ أن يقول ربي الله
وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. هسه هاي تذكرني بحكاية الإمام الصادق هواي حلوة عجيب زين تذكرت حتى هم خليكم محطة استراحة يعني ألفت أنظاركم حتى اللي ولو أنا ويا هذا عركة على المنبر ما حد ينعس ما أصور واحد ينعس هاي هوستي على المنبر وما أخلي واحد ينعس بس مع ذلك الإمام الصادق عليه السلام مرة من المرات التقى به ابن أبي العوجاء أنه إذا كاذب كذبة يضر إلمه من آل فرعون قالهم أما إذا صادق بلقلكم به هذا الصدق راح ينفعكم لو ما ينفعكم يعني عجيب شنو من حكاية كذبة ما يأذيكم وصدقة ينفعكم. الإمام الصادق التقى به ابن أبي العوجاء قال له يا ابن رسول الله أستوا إلى متى تبقون بهذا وتالي يطلع كل شيء ماكو لا دين ولا قيامة ولا شيء وتموتون وياكلكم الدود وكل شيء يروح من يقول هذا الدين صح هذا ملحد. الإمام الصادق عليه السلام قال له حتى إذا طلع ماكو دين إحنا ربحانين بشغلة وإنت خسران باثنين. قال له شلون؟ قال له أنا أقول لك شلون. قال له إذا طلع ماكو دين مثل ما تقول أنت وماكو رب وماكو قيامة وماكو معاد إحنا سواء قلنا أكو رب أو قلنا ماكو رب لا راح يضرنا ولا راح شنو ينفعنا. يعني هو إذا ماكو رب وأنا قلت أكو رب أكو شيء راح يحاسبني ليش أنا قلت أكو رب؟ هو ماكو رب سواء قلت أكو أو ماكو أنا ما راح لا أنظر ولا شيء سواء قلت أكو رب أو قلت ماكو رب ما راح يصيبني شيء. بعدين التفت الإمام الصادق قال له لكن إذا أكو رب مثل ما إحنا نقول أنت خسران يا مو خسران فإحنا بالحالتين مو خسرانين أنت شنو؟ خسران فيا هو الرابح ويا هو الخاسر بحساب الاحتمالات رياضيات واحد زائد واحد ما بيه. إذا ما كرب لا أنت تحصل شيء ولا إحنا نحصل شيء سواء أنت ما اعتقدت أو إحنا اعتقدنا بس إذا كرب إحنا راح نروح للجنة وأنت وين راح تروح؟ للنار. فمن هو الربحان؟ سكت. قال له المشكلة يا ابن رسول الله أنا من نقعد ويا غيرك من علماء المسلمين ما يسكتوني أفحمهم بس مشكلتي كل ما أقعد وياك أطلع خسران. أنت ما أعرف هذا الحاج منين تجيبه ما حتى مرة من المرات من باب الشيء بالشيء يذكر خلينا نخفف وطأة البحث باب الشيء بالشيء يذكر حتى مرة من المرات سأل هشام بن الحكم هو هذا نفسه ابن أبي العوجاء وأتصور هي واضحة عندكم المسألة يعني سامعيها بس أساتذتنا بالحوزة من دخلنا حوزة كانوا يقولون الدرس حرف والتكرار ألف كانوا يعلمونا أساتذة الحوزة الدرس حرف والتكرار ألف هاي راسخة بذهني الآن. مرة من المرات ابن أبي العوجاء يسأل هشام بن الحكم تلميذ الإمام الصادق قال له ربك يقدر يدخل الدنيا في بيضة فلا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا صير ربك يقدر لو ما يقدر. هشام سكت شي جاوبه ما قدر يجاوبه. فإجا موسم الحج التقى بالإمام الصادق بمكة فجدت مسألة ابن أبي العوجاء بذهن هشام سأل الإمام الصادق. الإمام قال له هاي جوابها طريقين طريق علمي وطريق إقناعي. الطريق العلمي هاي الشغلة ما تصير أن تدخل الدنيا ببيضة البيضة ما تكبر والدنيا ما تصغر. قال له هذا السؤال غلط ما يصير يعني العجز كما يقولها الاختصاص العجز مو في فاعلية الفاعل العجز وين؟ في قابلية القابل. القابل ما يصير أن إيه ما ممكن. قال له هذا الجواب العلمي. أما الجواب الإقناعي ربنا قادر. قال له شلون قادر؟ الإمام الصادق قال له انظر ماذا ترى يا هشام انظر انظر يمينا. قال له أشوف أشجار بيوت سماء أرض. قال له انظر للأمام ماذا ترى؟ قال له أرى كذا وكذا وكذا. قال له انظر لليسار ماذا ترى؟ قال له كذا وكذا وكذا. قال له اللي يقدر يدخل الأشجار والجبال والأرض والسماء ببؤبؤ صغير
ولا البؤبؤ يكبر ولا هاي كلها شنو تصغر، يقدر يدخل ذيك بهاي. روح قل له. هشام يقول انا طرت من الفرح وانا الزم الابن ابي العوجاء، يقول لزمته رجعت التقينا بي بالكوفه قلت له عندي جواب المساله يا ابن ابي العوجاء. يقول قال لي شنو؟ قلت له 1-2. يقول باوع لي، قال لي هشام هذا الجواب منك؟ يقول قلت له شو تدري الجواب هذا الجواب؟ قال له لا هذا مو منك. قال له خوم مين؟ هو هشام يسأله. قال له هذا الجواب جاءت به الإبل من الحجاز. شلون حكاية؟ قال له جاءت به الإبل منين؟ من الحجاز. هشام قال له ايش تقصد؟ قال له هذا من إمامك الصادق، هذا حكي وزن ثقيل مو وزنك، هذا وزن الصادق. هسه أنا تذكرني بهالمعادلة هاي الآية اللي قالها مؤمن آل فرعون، قالهم بابا هذا إذا يكذب كذبة ما يأثر عليكم بسوء، بس هذا إذا يصدق بحكية صدقة تستفيدون منه يوم ما تستفيدون. زين العاقل الشي اختار ذاك الطريق وهذا الطريق، يعني إجاهم بكلام مقنع يوم مو مقنع. فإذا إذا نقسم آيات هذا الرجل الأمة، أول قسم أن هذا الرجل كان يشتغل بحكمة بحيطة بحذر بعقلانية حتى يأثر ويجيب نقش. إحنا إذا نريد نشتغل كون هكذا نشتغل، إذا تردون تأثرون هكذا. مو بطيش، بعقل حكمة